بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الرقاق، قال كتاب الرقاق. والرقاق جمع رقائق، جمع رقائق. وسميت هذه الأحاديث التي تأتي معنا بالرقائق، وسميت بذلك لأنها تحدث في القلب رقة، لأنها تحدث في القلب رقة. ولذلك أبواب الرقائق سميت بهذا الاسم، لأنها تشتمل على النصوص من الأحاديث وغيرها من الأخبار التي ترقق القلب. والمقصود بالترقيق يعني التليين، تلين القلب، فتخرج القلب عن قسوته أو عن القسوة. ولذلك الرقة تأتي كذلك على معنى الرحمة، فإن هذه الأحاديث تبعث في القلب رحمة ورقة ولين. ولذلك ضد الرقيق الغليظ. ولذلك يعني يقال إنسان رقيق القلب وإنسان غليظ القلب أو قاسي القلب، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الرقاق هي الأخبار والأحاديث التي تلين القلب، تلين القلب. قال: باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: نعمتان، والنعمة هي الحالة الحسنة يعني التي يكون عليها الإنسان من صحة أو من مال أو من ولد، هذه تسمى نعمة، حالة حسنة هو فيها، عنده مال، عنده ولد، عنده صحة، عنده كذا من الخير، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعم من الله كثيرة بل لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك فنعم الله لا تعد ولا تحصى، لكن من بين نعم الله عز وجل الكثيرة هناك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي لا يعرف قيمتهما، لا يعرف القيمة الحقيقية لهاتين النعمتين، وهما نعمة الصحة والوقت. وكلمة الفراغ يقصد بها الوقت، العمر يعني، والوقت. فهاتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يدل على أن القليل هو الذي وفق، أن القليل هو الذي وفق في اغتنام هاتين النعمتين، في اغتنام هاتين النعمتين. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد في الدنيا وفي الناس من حولنا في كل زمان. أكثر الناس يضيعون صحتهم ووقتهم. والمقصود بضياع الصحة يعني ماذا؟
الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالصحة والسلامة من الأمراض، فهذا معناه أنه تيسر له أسباب العبادة لله سبحانه وتعالى. بمعنى لو أراد أن يقوم الليل سيقوم، لو أراد أن يجاهد سيجاهد، لو أراد أن يبذل في الدعوة إلى الله ما يبذل سيفعل، ما عنده صحة، عنده قدرة، عنده قوة. قلنا مغبون يعني لا يعرف قيمة هذه النعمة، والغبن يكون في البيع والشراء عادة. بمعنى أنه إنسان يشتري أو يبيع شيئا على غير حقيقته، كأن مثلا إذا باع إنسان لإنسان سلعة، هذه الزجاجة مثلا بجنيه، هذه الزجاجة بجنيه، يقوم يبيعها له بخمسة، هذا الذي اشتراها يسمى مغبون. لماذا؟ لأنه خدع، لم يعرف الحقيقة، الحقيقة أنها تساوي واحد، وهو خدع، غبن، فهو مغبون، لا يعرف القيمة الحقيقية لهذه. كذلك الذي يضيع الصحة التي أعطاها الله له، ويضيع الوقت والعمر في غير طاعة الله تعالى، فهذا مغبون، هذا اشترى سلعة بغير ثمنها، اشترى الدنيا اللي ما تسويش جنيه اشتراها بخمسة، وفي ناس بيشتروها طبعا بملايين التي لا تساوي شيئا، يشتريها بملايين، يشتريها بكثير جدا، وهذا مغبون، لأنه اشترى شيئا ليس له قيمة بالقيمة الإيش العظيمة. فاشترى الدنيا وبذل كل وسعه فيها فغبن، مع أنه كان ينبغي عليه أن يشتري الآخرة. والصحة والوقت من أعظم الأسباب لشراء الآخرة، لأن بالصحة يتعبد، وبالمال بالوقت كذلك يتعبد. الصحة تعطيه القوة على الجهاد في سبيل الله، على القيام الليل، على الصيام، على كذا على كذا. الوقت الذي يغتنمه في طاعة الله يبلغه إلى الآخرة. أما الذي يضيع هذا الوقت ويضيع هذا العمر فإنه مغبون، ضيع عمره، نسأل الله العفو والعافية. كما ترى أكثر الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مغبون فيهما كثير من الناس. وكما نكرر، فالأمر مشاهد على مر الزمان. فأنت مثلا في زماننا الآن انظر في عدد الذين يقبعون أمام وسائل الإعلام، كم من الناس يجلس وراء وسائل الإعلام، فضائيات ونحو ذلك، وكم من الساعات يقضونها في ذلك. بل بعض الناس من الطيبين المتدينين ربما يجلس على هذه الوسائل بالساعات الطوال ويضيع من عمره. طبعا إذا كان بيستفيد منها يبقى هذا ليس من الإضاعة للعمر، بل هذه من الفائدة. إنسان مثلا بيشاهد برنامج ديني طيب نحو ذلك، هذا من الفائدة للعمر. إنما نقصد الذين يضيعونه مثلا في التحليلات الإخبارية والبرامج الحوارية والسياسية المفصلة وكذا وكذا، هذا كله تضييع للعمر. ولذلك أكثر الناس مغبون، فضلا عن الذين تراهم يجلسون في الشوارع، على المقاهي وعلى الشواطئ ومش عارف في المنتزهات وكذا، وتضيع أعمارهم بلا شيء والعياذ بالله، فضلا عن الذين يضيعونها في معصية الله تعالى، تضيع الأعمار، تضيع الصحة في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رزق الإنسان الصحة ومعها الوقت فهذا من نعمة الله عليه. لماذا؟ لأن غيرك ربما أعطي صحة ولكن لم يعطى الإيش الوقت، لم يعطى الفراغ، تراه مشغول بكسب والرزق ويسعى في رزقه وكذا، مشغول بذلك،
ولذلك هذا الإنسان لم يعطى مثلك أنت الذي أعطيت الصحة وأعطيت الإيش الفراغ، كأن يعطيك الله عز وجل أسباب الرزق، عندك أسباب الرزق والحمد لله، فأنت عندك صحة وعندك وقت، اغتنم هذين، وإلا غيرك قد يعطى الوقت ولكن لا يعطى الإيش الصحة، كذلك العكس، إنه إنسان قد يعطى الوقت مش مشغول في الرزق ولا بيطلع يروح يجيب أرزاق ولا حاجة، لكن ليس عنده الصحة الكافية، ما عنده الصحة الكافية التي يجاهد فيها بها في سبيل الله ولا يقوم بها الليل ولا يصوم ولا 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 هذه الأشياء. فأنت في نعمة، الصحة والوقت معك، مع التنبيه على أن من كان عهده الطاعة في صحته فإن عجز بعد ذلك وضعفت صحته كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا قبل ذلك. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. والمنكب هو المنطقة التي بين العضد والكتف، ده العضد وده الكتف، هذه تسمى منكب الإنسان. نعم. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ ب يعني منكبه ويقول له، وهذه يعني هذا الفعل في يعني ذاته فعل يفيد الود والقرب، بما يدل على أن هذه نصيحة غالية، فأنت مني قريب، خذ هذه النصيحة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي اختار لك واحدة من الاثنين، كن في الدنيا إما كالغريب أو كعابر السبيل، اختر لك واحدة من الاثنين، وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى للعبد، إن كانت إحداهما أفضل من الأخرى للعبد. أما الغريب فالغريب هو الذي يعيش في غير وطنه، الغريب هو الذي يعيش في غير وطنه وأرضه وأهله، فهو بعيد عن أهله وعشيرته وأحبابه، فهو في غربة لمدة من الزمن ويعود بعدها فهو في الغربة له حاجة هذا شأن الغريب، ففي الغربة له حاجة جاء من أجلها إلى هذا الوطن الذي هو ليس وطنه، فجاء لأجل هذه الحاجة، ولذلك فهو يأخذ هذه الحاجة ويعود إلى وطنه. ولذا فالغريب من أحواله أنه يود أن لو انتهت حاجته في أسرع فرصة، الغريب من أحواله أنه لا ينسى وطنه، لا ينسى وطنه، لماذا؟ لأنه يشتاق إليه وهو منتظر اليوم الذي سيعود فيه إلى وطنه، ولذلك هو مشغول بذلك. من أحوال الغريب أنه ليس له أهل ولا وطن، آسف، ليس له أهل ولا دار في هذا الوطن الغريب، إنما الدار التي يسكنها دار وقتية، بيسكن في هذه الدار دار الغربة لوقت،
ولذلك لا تراه يتملك. الغريب عادة لا يتملك، ولو تملك تملكه بنية ماذا؟ تملكه بنية البيع بعد ذلك. يعني لو اشترى شيئا من دور الوطن الغريب أو المكان الغريب، يشتريه بنية أنه إذا غادر ورجع إلى وطنه سيبيعه. ولذلك الغالب في الغريب أنه يعيش في دار مؤقتة، دار مؤقتة. من أحوال الغريب كذلك أنه يستوحش، فتراه خائفا دائما. الغريب تجد مستوحش، لماذا؟ لأنه ليس له أهل، ليس له عشيرة تحميه. ولذلك ترى من أحوال الغريب أنه يصانع الناس جميعا، يصانعهم يعني ماذا؟ يسايسهم. لماذا؟ لأنه ضعيف بينهم، ولذلك هو يصانعهم. أما صاحب الوطن لا، ما بيسيس ليه؟ مش كل الأمور يعني، لأن عنده قبيلته، عنده عشيرته، وعنده أهله، في أي وقت ممكن يحتمي بهم ونحو ذلك. أما الغريب ليس له أهل، ليس له دار، مستوحش، خائف، يتمنى الرجوع في أسرع وقت، لا يفارق قلبه وعقله وطنه، دائما يتذكر وطن، ولا سيما إذا كان هذا الوطن أفضل من دار الغربة، فتراه لا ينسى متى أعود إلى وطني. وهذا حال المؤمن في الدنيا، فإنه في الدنيا لا أهل له، لأن الأهل الحقيقيين هم أهله في الآخرة. وإلا ففي القبر يقول: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة، كيما أعود إلى أهلي. فتراه أهلهم في الدنيا، هؤلاء مؤقتين، لأنهم ليسوا هم الأهل الحقيقيين في الحقيقة، ولن يكونوا أهلا له في الآخرة إلا إذا عملوا بأسباب اللحوق به في الآخرة. كذلك ليس لهم في الدنيا دار يسكنها، ليس لهم في الدنيا دار يسكنها، لأن سكنه الحقيقي في الآخرة، سكنه الحقيقي في الآخرة. لماذا؟ لأن وطنه الحقيقي هو الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين، هم دول الخاسرين الحقيقيين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني الدنيا وما فيها مش هم دول الحقيقيين، الخسارة الكبرى أنه يخسر الدار الآخرة. ولذلك الإنسان يقول كما في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ الحياة الحقيقية، هذه ليست الحياة الحقيقية. كنت في الدنيا كأنك غريب، فحياة الغريب في دار الغربة هي حياته الحقيقية؟ أبدا. الغريب حياته الحقيقية وطنه، أهله، عشيرته، داره، الذي فارقها لمدة وسيعود إليها. هكذا المؤمن فارق الجنة ليعود إليها، فجاء في الدنيا مؤقت غريب، ولذلك تراه لا دار له. ولذلك الغريب هل يبني في دار الغربة؟ هل الغريب يبني في دار الغربة؟ لا يبني. يعني لو أن غريبا حصل مالا، تراه يذهب ويشتري بهذا المال قصور في دار الغربة مثلا ويسكنها؟ أم أنه يقول: لا، هذا المال أخذه معي إلى وطني وأبني هناك به القصور في وطني. هذا هو الغريب. وكذلك المؤمن، إنه في الدنيا لا يبني من متاع الدنيا كثيرا، إنما يبني في متاع الآخرة. وده باب الزهد عند أهل الإيمان، باب الزهد، أنهم يتقللون من الدنيا ويتزودون
من الآخرة وللآخرة. من أحوال الغريب أنه مستوحش، لأن هذه ليست داره، هو خائف دايما، خائف دايما من حوله من الناس. كذلك المؤمن هو في الدنيا خائف من الفتنة، خائف أن يفتن في أي لحظة، تتسبب هذه الفتنة في عدم رجوعه إلى وطنه، ولذلك يهلك في دار الغربة. كذلك المؤمن. وهكذا كن في الدنيا كأنك غريب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عابروا سبيل. وهذه أحسن من الأولى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه، يوصيه: كن في الدنيا كأنك غريب بل كعابر سبيل. وهذا لأن عابر السبيل في ضرب المثال للمؤمن مع الجنة والآخرة، وعلاقته بالدنيا مع الجنة والآخرة، فعابر السبيل أفضل. كيف ذلك؟ عابر السبيل أضعف في الدنيا من الغريب، أضعف في الدنيا من الغريب. لماذا؟ لأن الغريب له دار يسكنها ولو لوقت، في دار الإيش؟ الغربة. أما عابر السبيل ليس له دار أصلا، لأنه على الطريق. عابر السبيل هذا سمي عابر سبيل نسبة ليش؟ للسبيل اللي هو الطريق. فهو يعبر متخطيا إلى وطنه، فانقطعت به الأسباب أثناء الطريق، أو قد تنقطع به الأسباب أثناء الطريق، فيسمى عابر سبيل. فعابر السبيل هذا ليس له وطن، إنما له طريق يمشي عليه، طريق فقط. ولذلك ما حال عابر السبيل؟ عابر السبيل أقصى ما يكون أن ينزل تحت شجرة فيستريح شيئا من الوقت، ويتزود بعض الشيء، ثم يفارق. أليس كذلك؟ هذا هو شأن عابر السبيل، ينزل تحت شجرة يستظل في ظل هذه الشجرة، فيتزود بماء وشراب ونحو ذلك، وشيئا من الطعام. كذلك المؤمن، فإنه بالنسبة للدنيا مع الآخرة، الدنيا بالنسبة له طريق، ليس الدار غربة حتى كالمثال الأول، لا، طريق يمشي عليه ليتخطى إلى الآخرة. ففي أثناء هذا الطريق عليه أن يتزود، عليه أن يتزود لأجل أن يكمل الطريق. ما هو الذي سيوصله إلى نهاية الطريق؟ الزاد. وقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو الذي يبلغه العمل الصالح. ولذلك هل رأيت عابر سبيل أو سمعت عن عابر سبيل اتخذ بيتا تحت شجرة أو على الطريق؟ أبدا. لأن عابر السبيل يخشى أصلا من الطريق، يخاف أن يخرج عليه سبع أو قطاع طريق فينقطع عن الرجوع إلى أهله ووطنه وماله وداره. ولذلك تجد عابر السبيل هذا لو استطاع أن يأخذ الطريق كله سيرا واحدا لفعل، لكنه في أثناء الطريق بيتزود وهو راكب على دبته، يوم يأكل ويشرب ويطعم الدابة لأجل أن تبلغه، هي دي الدابة. هذا البدن مطية الإنسان، هذا البدن مطية الإنسان، يزوده بالأسباب المادية والأسباب المعنوية. أما الأسباب المعنوية فهي الإيمان والعمل الصالح، وأما الأسباب المادية فهي أسباب حفظ هذا البدن لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يبلغ به آخر الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر في المثالين،
الغريب وعابر السبيل. هل تظن أن الغريب فضلا عن عابر السبيل يحب أن يبقى في دار الغربة أو على طريق الغربة ساعة واحدة إذا بلغ حاجته؟ قطعا لا، قطعا لا. إذا بلغ حاجته تراه مشتاق أن يعود إلى وطنه الغريب. عابر السبيل إذا بلغ حاجته من التزود على الطريق، خلاص تزود، ينطلق يريد أن يبلغ وطنه بأقصى سرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر فكان إذا رأى من بعيد جدرات المدينة، حدود المدينة يعني، فكان صلى الله عليه وسلم يحرك راحلته، يقول أنس يعني يسرع بها السير شوقا إلى المدينة أو حبا في المدينة. ولذلك الغريب عندما يعود إلى وطنه تراه في أسرع حال لأجل أن يلحق بوطنه ويعود إليه. كذلك المؤمن فإنه ما بقي في الدنيا بقي في تعب ومشقة وخشية الفتنة، ولذلك فهو يسعى بكل الأسباب أن يعود إلى وطنه الحقيقي، أو يسعى بكل الأسباب أن يخرج من الطريق حتى لا يكون عابر السبيل ويهلك أثناء الطريق. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ابن عمر يقول، يعني بعدما ابن عمر سمع هذا الحديث، بعدما سمع هذا الحديث كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصية عظيمة جدا من كلام ابن عمر. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تكن طويل الأمل في أنك تعيش إلى اليوم التالي، لا، تعامل مع الأحوال أنك ستموت الآن، ستموت الآن. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولذلك انظر إلى عظيم هذه الوصية. لو أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فأيقن أنه سيلقى الله بعد هذه اللحظة، هذا الإنسان سيكون على أحسن عمل في خاتمة يومه، أليس كذلك؟ ولكن كلنا نغفل، كلنا نغفل عن ذلك. ترى الواحد منا معتمد على انه غدا سافعل، بعد غدا سافعل، لا، بل كثير منا ليس غدا ولا بعد غد، بل السنوات القادمه امامي لسه، كما هو حال كثير من الشباب مثلا. تقول مثلا اطع الله تعالى، يقول لك احنا لسه شباب والعمر امامنا، بل وبعض الناس بلغوا ما بلغوا من العمر يقول لك إن شاء الله أنا ناوي أما أطلع على المعاش هبقى أروح أعمل لي عمرة ولا حاجة ولا حج، وما يدريك أنك ستبقى إلى بعد لحظة لا إلى اليوم التالي. ولذلك ما أعظم هذا القول من ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنه قد لا يصبح عليك هذا الصباح، قد لا تكون من أهل الدنيا في الصباح. وإذا أمسيت وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. هذا هو الإنسان العاقل، فضلا عن المؤمن الذي يعمل بطاعة الله تعالى. هذا الإنسان العاقل: خذ من صحتك لمرضك. أنت الآن فيك صحة، شاب مثلا، أكثر من العبادة والطاعة، أكثر أكثر بقوة، لأنه سيأتي عليك يوم تضعف صحتك، تضعف، فعند ذلك تقول: يا ليتني كنت في الشباب أصوم، يا ليتني كنت في الشباب أقوم. وذلك لأن الإنسان في كبره
إذا كان في شبابه يصوم ويقوم ونحو ذلك فكبر وعجز كتب الله له الأجر كأنه شاب، كأنه شاب، يعني أنت تصلي في شبابك قيام الليل فجاءك المرض أو كبر سن، الله تعالى من فضله عليك أن يكتب لك كل ليلة قيام ليل وأنت نائم في فراشك، يكتب لك قيام ليل. لماذا؟ أنت كنت من قبل من القوامين، أنت كنت من قبل من الصائمين. والله سبحانه وتعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى كريم، ولذلك أنت عندما تحسن لله سبحانه وتعالى في صحتك في قوتك سيحسن الله إليك في عجزك وفي ضعفك. نعم. قال: ومن حياتك لموتك. خذ من حياتك لموتك، يعني أنت في هذه الحياة تعمل لهذا اليوم، ليوم موتك، هو اليوم الذي ستأتي به، ستأتي فيه بأعمال من حياتك تنفعك في الآخرة، فخذ من هذه الحياة لا تضيعها. ولذلك هذا الذي سينفع في موتك وعند موتك. ولذلك الباب الذي بعده بوب به البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من عظيم فقه البخاري رحمه الله وحسن ترتيبه رحمه الله تعالى للأدلة والمعاني. قال: باب في الأمل وطوله. باب في الأمل وطوله. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط. صورة ذلك، الحق العلماء ذكروا أكثر من صورة، ذكروا أكثر من صورة، يعني أعطوني ورقة أحاول أن يعني أصورها لكم. هذه الصورة أقرب يعني الصور، أقرب الصور، وبعض العلماء ذكروا يعني أمثلة أخرى لهذا الوصف. قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط المربع. قال: وخط خطا في الوسط خارجا منه، خطا في الوسط خارجا منه. قال: وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. قال: وقال هذا الإنسان، وقال هذا الإنسان، وهذا أجله، اللي هو المربع، أجله بيحيط به مش هيخرج يعني عن أجله، هذا أجله اللي هو المربع. قال: وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، نسأل الله العفو والعافية، وهذا الذي هو خارج أمله. انظر إلى أمل الإنسان أكبر من عمره، خارج نطاق العمر. وهذا كما ذكرنا الأمثلة، فكثير من الناس يقول لك: أنا كمان 10 سنوات هفعل، 20 سنة هفعل، وهفعل وهفعل وكذا ونحو ذلك، عنده آمال طويلة جدا. هكذا الإنسان آماله أطول من عمره دائما. قال: وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. هذه الخطط الصغار، هذه الأعراض. الأعراض يعني الأشياء التي تعرض له من مرض وفتن وكذا. قال: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني
هذه الأعراض، إن أخطأه الأول نهشه الآخر، إن أخطأه الثاني الثالث نهشه الآخر، وهكذا. فالإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا في فتن، في فتن وفي أعراض يتعرض لها. ولذلك هذا مثال لحال الإنسان في الحقيقة الذي يكثر عليه الغفلة. هذا أكثر الإنسان يكثر عليه الغفلة، فإنه أمله طويل وبعيد جدا، أبعد من أجله، خرج به خارج نطاق أجله. وهذا الحديث في جملته إنما يراد منه أن يزهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن لو أنه أطلق الأمر لطموحه وآماله لكان أوسع من أجله وأطول من عمره. ولذلك ربما يأتي الأجل على الإنسان فيجد الحسرة، نسأل الله العفو والعافية. الحسرة لماذا؟ لأنه كان يؤمل طويلا، ففوجئ أن ملك الموت يقول له هيا الرحيل، الرحيل، انتهى الأجل، ده أنا لسه عندي وعندي وعندي، انتهى الأجل. ولذلك خير للإنسان ألا يطول أمله، بل يجعل أمله أقصر من أجله. بمعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ما تحطش أمال طويلة قوي. وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يعد للمستقبل، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما يعد بغير تعلق بذلك مع سيره في طاعة الله كأنه يموت الآن. إنما لا مانع من أن يسعى في الأسباب من حفظ وأسباب كذا وكذا ونحو لمستقبل، لا مانع، لكن يعيش هو على أنه يموت الآن، لا أقول غدا، إنما يموت الآن. فلا مانع من أن يدخر من الرزق والكسب لمستقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وأزهد الزاهدين، كان يدخر لأهله طعام سنة، لا مانع، لكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الدنيا كأنه يموت الآن. ما بقي منها بقي لأهلها، ما بقي من الدنيا بقي لأهلها. أما أنا أن أعيش فيها طويل الأمل كأني أخلد فيها، هذه هي أو هذا هو الطريق إلى الغفلة. فعندما يأتي ملك الموت ربما يفجأ الإنسان ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال وعن أنس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخطب الأقرب. ما هو الخطب الأكبر الأقرب؟ الأجل، الأجل. إذ جاءه الخطب الأكبر الأقرب، لأنه الأمل طالع بعيد جدا، إنما الأقرب الأجل أو الأعراض ثم الأجل. ولذلك فهذا الحديث يحمل للمسلم التنبيه على الزهد في الدنيا وعدم الطمع في البقاء فيها طويلا، وأن يعمل كأنه يموت غدا أو كأنه يموت بعد لحظات أو نحو ذلك. فإن الأمل الطويل من أسباب غفلة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الغفلة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.